ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، فإنكم إنما أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يعني العقد الشرعي، إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا. المرأة لا يكرمها إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. الرجل الذي يتسلط على امرأته بناء على أنها مسكينة، قد مات أبوها وأمها وإخوتها مشغولون عنها، ويعلم أنها إن غضبت فإلى أين تذهب؟ ليس لها ملجأ بعد الله إلا إليه، ولا ينفق عليها إلا هو، فهي وإن غضبت ستعود منكسرة إليه، فيزداد تسلطا عليها وإذلالا لها، لأنه يعلم أنها ليس عندها اختيار آخر غيره، فيمارس عليها أنواعا من الإذلال، فيسيء خلقه معها ويغضب عليها ويتلفظ بأسوأ الألفاظ، وربما لا يتلطف معها ولا يضاحكها ولا يرفق بها ولا يصبر على أخطائها ويذلها. فيقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء. والله كل لفظة تتلفظ بها على امرأتك أو ابنتك أو أختك أو عياذا بالله على أمك، سوف يسألك الله عن هذه اللفظة ويحاسبك عليها أعظم مما يحاسبك على اللفظة نفسها لو قلتها لآخر. كل نظرة غضب تنظرها إلى قريبتك من أخت وأم وزوجة وبنت سيسألك الله عنها، وهي أعظم مما لو نظرتها إلى غيرها. كل تعامل سيء تتعامل به مع موليتك، أو تضيق عليها، أو تمنعها من الزواج، أو تفعل أي أمر من الأمور فيه نوع أذى لها، والله سيسألك الله عنها. بلغ من أهمية هذا الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهو وقت محدود لا بد أن يختار أهم وأعظم وأكبر المسائل ليطرحها في هذه الجموع، ومع ذلك يتكلم عليه الصلاة والسلام عن تعامل الرجل مع امرأته، لأنه يعلم أنه إن تعامل معها التعامل الحسن استقر بيته وصار بيتا صالحا مطمئنا، وإن عاملها بسوء اضطربت أموره. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إن لكم عليهن حقا ولهم عليكم حقا. فما هو الحق؟ قال: لكم عليهن، حقك عليها ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي لا يدخل عليهن أحد في البيت زائرا أنتم لا تريدونه. لو كان هناك امرأة سوء أو جارة سوء تدخل على امرأتك وتحدثها بما يحصل من جرائه مشاكل، فقلت لامرأتك: هذه الجارة لا تدخل بيتي، لأنها إذا دخلت أثارت مشاكل بيننا، أو نقلت إليك كلاما، أو عندها على زوجتك ألا تأذن لتلك المرأة بالدخول. قال: فإن فعلنا ذلك ماذا يفعل؟ فليؤدبها، يعني يعظ يهجر. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فعقلوا عني أيها الناس قولي فإني قد بلغت.